بتقول وجدني الحرس الطائف في المدينه، فقلت الحرس الطائف في المدينه، هن الحرس هن هون حراس الهيكل اللي هن رجال الدين. فقلت ارايتم من تحبه نفسي؟ فبيروح الانسان بعد ما بيسال الناس اللي بيعرفون، بيروح على الكنيسه على رجال الدين، بده ياخذ منهم العمق ليفهم الرب الاله اكثر. ارايتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم، ما ردوا علي، ما اعطوا الجواب، يعني ما ردوا علي هون، فبقي الغامض، لانه الرب الاله بيعطينا لكل واحد الذات الالهيه على هوا ما نحن بنقدر نتحمل. فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. فهن انتبهوا، الرب الاله مو بعكس اتجاههم، مو بعيد عنهم، هو تماما مجرد تجتاز رجال الدين بشوي. ما تخلي علاقتك مع ربنا هون حدا هو رجل الدين اللي واقف قدامك، التقبيل يد رجل الدين اللي واقف قدامك، اللمس ثوب رجل الدين اللي واقف قدامك. اذا بتتجاوزه بس شوي لتشوف شو في وراء، بتلاقي وراء الرب. هذا اللي عم بعمله مو تحريض على الكهنة ولا على رجال الدين، تكونوا إنما لا تتبعون من اليوم ورايح، كل يوم عنده بيته، كل يوم كل حدا فينا بيقول أنا لحبيبي وحبيبي إلي، وكل مين أخذ هالحبيب لبيت أمي، ما عاد نروح لعنده على بيته، مضطرين نجيب الرب على بيتنا ونصلي له ببيتنا، لأنه ببيته بيوته تحولت مثل ما نكون شايفين، تحولت إما لصلى الله عليه وسلم أو للعفاريت اللي عم يركع لهم بابا الفاتيكان أو لبودا، أو رح تشوفوا كتير، لسه جاي أعظم ورح تشوفوا كتير. منكم رح يشوف وفي منكم ما رح يشوف، في منكم صعب يشوف لأنه هو أساساً بهداك العالم. كل كنيسة غيرت الأمور اللي بتعملها لتتماشى مع روح هذا العصر، هي قالت عن حالها أنا كنيسة ما فيه روح القدس، هربوا منا، هربوا منا. وين بروح بحالي؟ ببيتك، بمخدعك، هون كنيستك، أنت الكنيسة، جسدك الهيكل.